هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مايا ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده طلب مني كتير جدا، وهو طريقه ايقاف خاصيه التحليلات في تطبيق تيك توك. الطريقه سهله وبسيطه جدا، يلا بينا نبتدي على طول ونروح على تطبيق تيك توك ونشوف الطريقه ازاي. بعد كده بتضغطوا على الملف الشخصي وبتضغطوا على الثلاث خطوط وبتضغطوا على إدارة الحساب، وبعد كده بتضغطوا على التبديل إلى حساب شخصي. وزي ما انتم شايفين هنا بيقول إذا قمت بالتبديل إلى حساب شخصي فلن تتمكن من الوصول إلى التحليلات. بتضغطوا على التبديل وبكده هيتم إيقاف خاصية التحليلات. أنا مش هضغط على التبديل عشان مش عايزة ألغي خاصية التحليلات، بس زي ما شفتوا طريقة سهلة وبسيطة جدا. بس كده الفيديو خلاص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتعملوا شير، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم إشعار كل ما ننزل فيديو جديد. باي باي.